اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلوني ارحب بضيوفي في هذه الفقره. دكتور محمد جمال، ازيك يا دكتور؟ حبيبي يا كابتن، شرف ومنور. ده نورك، ربنا يخليك. ايضا احمد ايش، ازيك يا ايشو؟ شرف ومنور. نورك، كله كويس الحمد لله. دكتور، خليني الاول نتكلم كلمتين كده قبل ما تقوموا على الشاشه، لانه مهم جدا نعرف ايه اللي حصل في مباراه امبارح من وجهه نظرك طبعا بشكل عام. اللي حصل في مباراه امبارح قبل ما نتكلم تفصيلين زي ما حضرتك اتفضلت، انه انت اشتغلت كتير قوي على انك تقفل نقط كتير قوي صن داونز، وده كان سبب اختيار بيتشو ال 4-3-3، وده اللي خلاك اشتغلت بالشكل اللي انت ظهرت فيه في المباراه. استحواذ، فرص كتير، كروسات طول الماتش. كان في بعض القرارات الخاطئه خاصه في الجزء الامامي للملعب. امبارح لما تروح 22 او 23 كوره خلال ال 90 دقيقه، يعني انت كل 3 او 4 دقائق انت بتروح بهجمه على صن داونز، ما قدرتش تترجم ده. ده جزء ادى لان انت في النهايه طلعت بالنتيجه دي، لكن اجمالا انت لم تقدم مباراه سيئه، لم تقدم مباراه سيئه. عندك بعض النقاط السيئه، بس الكلام ده عشان انت في قناه الاهلي فلازم. لا والله نفس الكلام. احنا عندنا بعض الاخطاء اكيد، وقليل لو ما كانش عندنا اخطاء كنا كسبنا امبارح. عندنا بعض الاخطاء، لكن لما اقول ان انا عندي اخطاء لازم اقول ايه اللي اتعمل كويس، يعني لازم اقول الاثنين، اقول ايه اللي اتعمل كويس في الماتش، ايه اللي كان ناقصنا عشان نكسب. لانه السيناريو ده كان موجود في النسخه الماضيه، واحنا بنلعب صن داونز في القاهره، بلعب كومباكت، قافل الملعب، حالتي واصابات وضغط مباريات في النسخه الماضيه كانت تستدعي ان انا العب بالطريقه دي. قفلت كومباكت، قفلت دفاع متوسط، وابتديت اشتغل على كاونتر اتاك، وكسبت صن داونز 2-0. لما تيجي تبص على احصائيات المباراه الماضيه تلاقي صن داونز كان افضل مننا في حاجات كتير جدا، من الفرص والاستحواذ وغيره. نفس اللي حصل لكن بالعكس، لانك ما قدرتش تترجم. عندنا بعض المشاكل منها الترجمه الهجوميه، وده اللي هنتكلم فيه ان شاء الله لما نيجي نتكلم بقى.